يقول فضيلة الشيخ: هل هناك تعارض بين قوله تعالى لا إكراه في الدين وقوله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله؟ أبدا ما في تعارض، نحن ما نقاتلهم لأجل نجبرهم على الدين، نقاتلهم لأجل نمنع نشرهم للكفر، لأن لو تركناهم دعوا إلى الكفر وصدوا عن سبيل الله، فنحن نقتلهم لعدوانهم على الدين وعلى المسلمين، ما نقتلهم لأجل أن يدخلوا في الدين قهرا. نعم.